تعالوا مع بعض هنعمل اول حاجه سمك النهارده. عايزه اقول لكم بسيط وسهل، كل احنا هنجيبه سمك بولتي وفلفل قرون احمر واخضر لو انتوا عايزينه سبايسي شويه، مش عايزينه خلاص هنلغي الفلفل ده. عندنا فلفل احمر واخضر، عندنا طماطم، عندنا بصل، عندنا ثوم، كمون وكزبره. طبعا الثوم والكمون والكزبره والليمون دايما من اساسيات تتبيله السمك. عندنا كمان صلصه طماطم. خلاص طيب هحضر كده دي واحط فيها حبه زيت، بصلايه، عقبال ما اعمل ايه، عقبال ما افرم التوم. خلاص اللي انا هسويه مش هسوي الحاجه قوي، يعني هي دوبك تشم النار. تمام اهو التوم، الطماطم، اول ما تبتدي تتسبك هحط معاها الخل، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره. اكون محضره بقى الفلفل الحار ده، نقلب الصلصة، خلاص ونحضر مية سخنة مع ايه؟ مع خل. خل، ليمون، ميه سخنه. خلاص عايزاه بقى يتسبك شويه. بصوا انا هنا منضفه السمكه ومقطعاها بالعرض عشان يعني مش كل الناس ممكن تاكل تخلص سمكيه يعني، ماشي، بالذات لما بيبقى فيه رز وفي حاجات تانية يعني، دايما ده بيتعمل ممكن. بس انا عاملاه هنا مع الرز، رز السمك مثلا والسلطه، خلاص كده ايه، وجبه متكامله. بصوا هنا بحط الثوم بس كده، بيديله نكهه حلوه قوي. اجيب بس حبه ملح كده وكده وفلفل اسود بس، وده كده ايه بقى جاهز. يلا بينا عشان هيتحط في الفرن وان شاء الله يعجبكم قوي. نحط كده، شايفين الفلفل والفلفل. طيب هبتدي احط السمكية كده كده اهو اهو، هو اصلا هيخس شويه فايه، احشروه كده جنب بعض هيكش. وزي ما هو كده هعمله كده واحطه في الفرن لحد ما ايه، ما يستوي. ما بياخدش تلت ساعه ان شاء الله، يعني نص ساعه ده بالكتير قوي لو الفرن بتاعكم بارد.